السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عودة أخرى مع وائل عباس وقناة عبقري علم. زي ما وعدناكم بنباتات ازرعها ببساطة، تعال أقول لك جايب لك نبتة. نبتة تجمع بين زي ما بيقولوا الأرض والجنة. نبتة فيها حاجة جميلة رائعة مفيش حد بيختلف عليها ابدا، اللي هي عصفور الجنه واللي اسمها العلمي الاستراليزيا. النبته ديت في منها ببساطه شديده كده، عشان عارفين ان انا بتكلم في الموضوع النباتات المنزليه والنباتات الزهور وزينه. ببساطه في منها نوعين، نوع كبير بيديك حجم كبير جدا زي قد اوراق الموز كده. هي خلي بالك هي في ناس كتيرة بتشبه بينها وبين اوراق الموز، يعني اللي في شبه بينها في الورقه بينها وبين اوراق الموز، بس طبعا مع الاختلاف دي طبعا واحده صغيره اللي لقيتها جبتها لكم. حجم كبير قوي، الحجم الكبير قوي ده بيدي ظهر عصفور الجنه. وخلي بالك هنفهم هي ليه كلمه عصفور الجنه. الاول عصفور الجنه نسبه الى الطائر، وهو طائر راس الطائر بمرقاره زي ما انت شايفين كده اهو، اهي اهي، وفي صور اهي اهي وصور تانية اهي. عصفور الجنة ففي منها حاجتين، في منها القصير زي ديت اللي انا جايبها لك اهوت، وفي منها الحجم الكبير جدا زي احجام شجر الموز وكده. النوع الكبير ده بيدي الزهرة اللي هي عصفور الجنة ديت بعد 4 5 سنوات. وطبعا بيبقى أوراقها جميلة جدا قد ورق شجر الموز وحجمها قد شجر الموز، لكن بتظهر بعد 4 5 سنوات. اسمها استراليزيا نيكولاي، وورقتها عريضة جدا شبه بالظبط ورقة الموز. اما النوع الصغير الثاني اللي هو اللي انا بقول عليكم ده استراليزيا ريجان، بيظهر كل سنه، خلال سنه بيديك لون الزهره حوالي برتقالي وبرتقاني وبنفسجي، واقصى طول ليها من 90 سم لحد متر. نخلي بالنا ده بالنسبه للكلام العام، يعني نخلي في بالنا في النبته ديت بتتأثر بالبرودة، يعني أقل من درجة 10 درجة مئوية ممكن تتأثر جامد وتقع أوراقها وتتعب جامد وتفقد أوراقها. يعني يا ريت في الشتاء لو هي مزروعة في حديقة خارجية أو ولقيت في برودة شديدة أقل من 10 درجة مئوية، كيس نايلون زي الصوبة كده ارميها عليها، كيس نايلون كبير كده أو أي حاجة تحميها من برودة الشتاء لأنها بتتأثر بيها جدا. الشجره ديت بالنسبه للامراض بتتحمل الامراض جدا، ما فيش امراض تذكر ليها ولا اصابات حشريه ولا امراض. ولكن نخلي بالنا معظم النباتات ما بال بيطلع ورق جديد ممكن تسقط ورق القديم، ما الورق القديم مش هيفضل العمر كله معاك، لازم يسقط الورق القديم. علشان كده ما تقلقش لما تلاقي ورق اصفر ورق وقع، ممكن في نباتات بتجدد الاوراق على طول. تعالى عزيزي اسمعني، كل اللي احنا بنقوله ده في لسه في وصف اصلي. الوصف عن النبته ديت كتير، يعني النبته رائعه جميله على فكره، ممكن تنفع داخل البيت وخارج البيت. كل اللي احنا بنقوله ده في الوصف، زي ما قلنا نبات على فكره معمر، يعني دائم الخضره طول السنه، طول السنه صيف شتاء دائم الخضرة. أهم وقلنا أهم يميز النبتة دي مش الخضرة بس، الكبير منه شبه ورق الموز حاجة عظيمة، القيمة التنسيقية في الأوراق أكتر من الأزهار، ولكن بنتكلم عن القصيرة دي القيمة التنسيقية في عصفور الجنة، الزهرة اللي شبه العصفور الطائر. أطلقوا عليه كلمة عصفور الجنة نسبة للمنقار وراس الطائر، وهو طائر ولونها اللي داخل فيها الأحمر الناري على الاصفر على البنفسجي، حاجه كده. بص 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 الاشكال النبته عامله ازاي، الاصفر بتاعتها بصوا. ايوه وقلنا زي ما قلنا الاسم العلمي ليها استراليزيا، لكن الموطن الاصلي
النبتة دي تصدقوا إن الموطن الأصلي للنبتة دي فين؟ جنوب أفريقيا. يعني هي موجودة أساسها جنوب أفريقيا. لو مش كده بس، ده جنوب أفريقيا عاملة الخمسين سنت بتاعتها أهي. الأوراق زي ما أنتوا شايفينها سميكة جدا كده، لحمية تشبه أوراق الموز، بتستخدم لتجميل الحدائق في بعض المناطق زي ما أنتوا شايفين كده برضه. لجمال أوراقها وجمال وأزهارها. وممكن بستخدمها في قصص بلاستيكية. بس خلي بالك عزيزي، خلي بالك النبتة دي جذورها جامدة وبتكبر على طول باستمرار، لازم تجدد كل فترة، يعني كل كام 6 7 شهور تجدد، تكبر لها القصيص في أكبر منه. أو أما بتلاقي إن الجذور طلعت من الفتحات القصيص من تحت، اعرف إن هي عملت الجذور، عملت حواية في القصيص وعايزة تطلع لقصيص أكبر. وخلي بالك الزهرة اللي احنا بنشوفها دي بتنمو على حامل زهري طويل اهو، زي ما انتم شايفين تحت اهو، حامل زهري طويل اهو، عود طويل كده للزهرة. ما جيش اقطعها انا من فوق كده، لا، ده انا بقطعها بالحامل الزهري اللي طوله بيتراوح من 70 لمتر. ودايما بتبقى الوانها زي ما قلنا اصفر، في برتقالي، في ارجواني. والازهار بتستخدم في تنسيق باقات الزهور، اما بيقطعوها يعني ووضعها في فازات على السفره بتاعت الاكل، وفي الجناب، في الانتريهات، وفي الفلل الكبيره، وفي في الناس الشيك يعني، بتبقى على حامل. اما باجي اقطعها بجيب سكينه، سكينه واقطع الحامل الزهري ده كله بزهره طويله كده، هتلاقي الزهره طالعه بالحامل الزهري طويل كده 70 متر. باجي اقطع الحامل الزهري ده كله وبحطها في محلول سكري وفي حمض الليمون المخفف عشان تقعد معاك لحوالي 10، ممكن على فكره تقعد ل 20 يوم كمان. لو حطيتها في محلول فيه بسيط من السكر وحمض الليمون، حاجات خفيفه كده. اجمل ازهار، العشر ازهار في العالم. الازهار دي بتتفتح في الربيع ويصل قمه الازهار في النبات، بتلاقي قمه الازهار مش في الربيع، الناس فاهمه غلط، في الخريف. قمه الازهار بتلاقيها في الخريف. طريقة الزراعة، طرق زراعة النبتة دي بسيطة جدا. في المناطق الحارة عايزة جو مشمس أو نصف مشمس، لكن يبقى فيه إضاءة قوية، لكن ما يقلش درجة الحرارة عن 10 درجة مئوية. يعني لو كان في زي ما قلت لكم البرودة ما تقلش عن 10، لو في حديقة لازم نغطيها من شمع. لو لقينا درجة البرودة وصلت مثلا درجة مئوية أو تحت الصفر، اعرف إن النبتة ممكن تتأثر ويقع منها أوراق كتيرة، وساعات في نباتات بتموت. ولو في القصيص أدخلها جوه البيت في فترة البيت. بالنسبة للتربة، هي بتحب التربة الخفيفة جيدة الصرف، مع إنها ممكن بتجود في جميع أنواع التربة، حتى التربة الطينية، تربة رملية، بتجود في كل أنواع التربة وبتنجح. وزي ما انتوا شايفين اهي، ديت انا جايبها من مكتب، ايه، تربه طينيه صرف، لا فيها بطمس ولا تربه، لكن هي بتبقى احسن جدا وبتنمو بسرعه وبقوه في التربه الخفيفه جيده الصرف. لكن انا بفضل اما تيجي تزرعها في جنينه او في مكان حر مش في قصيص، اسمع كلامي، يا ريت تجيب سماد بلدي متحلل، يعني متحلل عدى عليه عام، سماد جميل كده عدى عليه عام متحلل نظيف، عام او سنه يعني او سنتين كده يعني، وتحطه في التربه وتقلبه قبل ما تزرع، هتلاقيها عملت معاك شغل وسرعه كبير جدا، وادتك مجموع ورقي وزهري رهيب. ده بالنسبه لو زرعتها في حدائق منزليه خارجيه او حدائق عامه او في بره المنزل. النبات ده بالنسبه للري، النبات ده نصف مائي، يعني نخلي بالنا ما نزودش الميه قوي عشان ما تعفنش الجذور. وفي الشتاء اباعد بين فترات الري، ارويه في الشتاء كل 3 اسابيع، كل 4 اسابيع كمان عزيزي. على فكره عزيزي، انا بقول لك الكلام ببساطه، مش هتلاقيه في اي حته، بجمع لك كل حرف وكل كلمه وكل حاجه اتقالت في ابحاث
في الابحاث للنبته دي ببساطه. طبعا البحث ما قالش بالطريقه دي، البحث قال معلومات دقيقه جدا، نسبه الحمض مش عارف ايه، نسبه التي اس اس في النبات، نسبه الحديد مش عارف ايه، كل الكلام ده بيجمعه لك ببساطه بيقوله لك من بعيد عن المعلومات العلميه والكلام ده. بالنسبه للتكاثر النبات ده هوريكم حاجه، هي تبصوا كده اول حاجه، ايوه التكاثر البذور، البذور بتاعت النبات دي غريبه شويه كده، بصوا البذره عامله ازاي. بجيب برطمان كده مقفول مثلا، واحط فيه حمض الكبريتيك المخفف بتركيز 10% زي ما موضح في الرسمه كده، 10% بنقعها يوم للبذور دي عشان اكسر البذره سميكه عشان اخليها تنبت بسرعه، بنقعها يوم ثم ازرعها في بطنس وانقلها وازرعها ببطنس، وبعد ما تطلع انا احطها في نبات، احطها في مكان شبه مظلل الاول، وبعد ما الاقي النبته وصلت ل 25 سم كده الكبر ده بتاعنا ده الجميل، هنقلها في التربه او قصيص، وبعد 3 سنوات هتلاقيها اظهرت. ده من البذره بتقعد 3 سنين، يعني فتره طويله جدا، بعد 3 سنوات هتلاقيها بدات تزهر وبدات تبقى شجره كبيره جدا، ده من البذره. اما التكاثر الثاني فهو التكاثر بالتفصيص. يعني ايه التكاثر بالتفصيص او التقسيم؟ التكاثر بالتفصيص ده بنبدا في شهر 3، بناخد زي ما قلت لكم، باجي قالب القصريه كده زي ما موضح كده، واقسم النبات جزء خضر مع مجموع جذر، جزء خضر مع مجموع، واخدها ازرعها في قصيص ثاني، واخد الجزء الثاني اخدها وازرعها في قصيص ثاني. وساعات بيبقى فيه خلفات كتيرة حوالين النبتة، خلفات باخد الخلفة، والخلفة طبعا بحرص بيبقى نفس الحكاية بجزء من النبات والخضري، مجموع خضري مع مجموع جذري، وانقله زي ما هو واضح في الرسمة كده اللي انا موضحها لكم اهو، وازرعها وما فيهاش اي مشكلة في عملية التكاثر. وزي ما قلت لكم وواضح قدامكم في الصور ان عمليه التكاثر بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه، سواء بالبذره او التفصيص او بالخلفات الموجوده حوالين، هتلاقي في خلفات نموات صغيره كده اولاد يعني حوالين النبات، ما فيهوش حاجه، ما تخافش في التكاثر، ما فيش حاجه تضره. وزي ما قلت لكم عمليه التكاثر ده بيبقى في 3 و4، ضرب العين، ضرب العين يعني في شهر 2 كده وشهر 3 و4 تلاقيه، ضرب العين يعني عدى الشتاء وبدات سريان العصاره في النبات بدات تجري جوه النبات كده، اسمها ضرب العين، تلاقي طلعت نموات العيون اللي هي البراعم الصغيره في النباتات، عشان كده سموه بضرب العين. بالنسبه للامراض، امراض لا تذكر لان النبته زي ما انتم شايفين كده قويه جدا وزي الجلد كده، لا تذكر، ما فيش اصابات فيها لا حشريه ولا امراض، ودي ببساطه عصفور الجنه اللي معظم الستات بيحبوها جدا لجمالها وجمالها. فانتوا انا انتوا زي ما وريتكم صور كده حاجه جميله جدا، نبات نبات جميل، لو حبيت تزرعه جوه مكتبك او جوه شقتك او لازم صناعي، هو عايز اضاءه كتير يعني، هو بصراحه يعني يا ريت لو في مكان جوه البيت فيه شمس يبقى جميل جدا، لو ما فيش شمس يبقى عايز اضاءه قويه جدا، قويه قويه بمعنى الكلمه عشان ينجح، او تحطه في البلكونه هيديك نبات جميل جدا. معاكم وائل عباس، وكل سنه وانتم طيبين، وقناه عبقري علم، وانتظروني في حلقات عن بدايه الخلق والكون باذن الله قريبا.